بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم، معاكم هاني وحلقه جديده ان شاء الله. يا ريت الاول مره يشوفنا يعمل سبسكرايب واللايك والشير، واللي متابعنا ربنا يصبره علينا ويكمل متابعته. هدير عبد الرازق، هدير عبد الرازق معانا النهارده خبرين، تصريح من والدها وهقوله لكم في اخر الحلقه لسبب مهم جدا. تصريح من والدها خطير جدا، بيتكلم عن هدير والتطورات اللي حصلت معاها جديده. كان الكلام ده امبارح يوم الاربع. اللي حصل مع هدير يعني حاجه غريبه بصراحه، لكن هنقولها في اخر الحلقه زي ما نوهت وقلت ان والدها هيتكلم عنها كلام خطير جدا. تعالوا مع بعض نشوف هدير عبد الرازق، طبعا بلوجر المعروف اللي اتهمت اخيرا وانتشر ليها فيديوهات في علاقه مع شخص ما، الشخص كان غير محدد غير معروف، علاقته بيها ايه ما كناش نعرف اي حاجه. ناس كتير للاسف تداولت الفيديو بشكل بشع، ولا كأن في حاجة اسمها ستر، وإذا أبليتم فاستتروا، فما بالك إن لما غيرك يبتلي ابتلاء أنت المفروض تستره. ده ربنا أمرنا بكده والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الفيديوهات انتشرت كالهشيمة في النار. حاجة محزنة جدا، الشباب بدأ تداول فيديوهات للبلوجر المعروف هدير عبد الرازق اللي كان عندها قضية بأنها بتعمل فيديوهات خادشة للحياة، لكن المرة دي ظهرت في فيديو مع علاقة مع شخص كان مجهول الهوية. لكن هدير طلعت واتكلمت ودفعت عن نفسها، وزي ما في ناس كتيرة قوي للأسف نشروا الفيديو ليها الغير يعني وضعه ما كانش وضع محترم، لازم احنا دورنا. ان دي مش قضيتي اصلا وما بحبش اتكلم في المواضيع دي، لكن نوعا ما لازم يكون في جانب في خير، لازم تنشر الفيديو اللي بتدافع فيه عن نفسها. احنا طبعا ما نقدرش ننشر الفيديو اللي كانت فيه في العلاقه دي، لكن نقدر ننشر وجهه نظرها ودفاع عن نفسها والتبرير اللي هي بتصيغه. نشوف مع بعض هدير عبد الرازق قالت ايه ونرجع تاني لحضراتكم. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنه الله ورسوله بشرع ربنا وحلال ربنا، ادي قسمت الجواز. الشخص اللي كان معايا في الفيديو ده مش زي ما الناس بتقول في الكومنتات، الولد اللي انا كنت بطلع معاه في الفيديوهات ولا الولد اللي انا كنت بصور معاه ترندات ولا الكلام ده خالص، تمام؟ اقسم بالله العظيم انا ما بني ادمه مش كويسه ولا بني ادمه تربيتي واخلاقي مش كويسه زي ما الناس بتقول ولا الكلام ده خالص، انا بس طالعه ابرر حاجه واحده. انا كمان مش طالعه ابرر موقفي، بس انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. واتطلقنا، ادي قسمت الطلاق، اشهار طلاق، تمام؟ اتطلقت منه من سنه بالظبط. بعد ما شفنا، ايه راي حضراتكم في الكلام اللي قالته؟ هي البنت بتقول ان ده كان زوجي، تمام؟ طيب، هو الله اعلم، طبعا احنا مش بنبرر لحد ولا بندافع عن حد، احنا بنقول وجهه نظرها وهي حره فيها وعلى مسؤوليتها. زوجها قام بنشر الفيديو ده، او هو مش قام بنشره، هو قام يعني بالظهور فيه، وللاسف الفيديو انتشر او اتسرب بشكل غريب جدا. طبعا الكلام ده يعني كلام يهز اي حد، طبعا ان المفروض مفيش اي علاقه بين اتنين متزوجين ان هم ينشروا حاجه زي كده او ان هم يصوروا حاجه زي كده، ان ده ما يصحش. الشرع والدين وربنا ورسوله ثم رسوله نهى عن الكلام ده، فاحنا المفروض نتعظ. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، دي حاجه غير اخلاقيه، حاجه غير مبرره، حاجه فوق الاديان كلها. ما ينفعش تبقى انت بتتعالى على اخلاقك وتنزل بيها وتلاقي نفسك انت متورط في حاجه يعني تعتبر حاجه تهز وجدان اي زوج او زوجه. وطبعا ده في الحلال ومحرم ان هو يتم تصويره، طب فما بالك بالحلال بالحرام. فللاسف طبعا كل الناس بتتجه اتجاهات شاذه زي كده، ده غلط طبعا. ما ننصحش اي حد ان هو انت مش ضامن العلاقه دي تستمر ولا لا، انت كزوجه فانت ممكن يكون وسيله ضغط عليك ان زوجك ينشر لك حاجه زي كده، ما خلاص المبادئ والاخلاق انتهت. وكذلك الزوج برضه ما ينفعش ان انت تسمح لنفسك بحاجه زي كده. في هاكرز ممكن تحصل على موبايلك في ايا كان، موبايلك اتسرق، موبايلك ضاع، موبايلك اي حاجه حصلت بعته وراح واحد مرجع كل الهيستوري اللي عليه، فدي تحطه في نفسكم في موقف زي كده. طبعا هدير الله يعلم بيها ان كان كلام مظبوط، القسيمة مظبوطة، احنا بنعرض وجهة نظر يا جماعة، وبكرر انا راجل ليس لي رؤية في الموضوع، انا بعرض وجهة نظر فقط، ورؤيتي الوحيدة ان احنا نتجنب الكلام ده يا جماعة. مفيش حد يصور حاجة زي كده،
ولا يحط على موبايله صور شخصية أو صور في المنزل أو صور كل واحد واخد راحته في بيته، ما ينفعش الناس تطلع على الكلام ده. طيب تعالوا بقى نتكلم على باباها قال إيه، وباباها بيقول التصريح ده كان يوم الأربع، بيقول في مفاجأة غريبة جدا، بيقول في تطور تطور جهات التحقيق يوم الأربع تم تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، التحرض على الفسق والفجور. دي حاجة يعني ربنا يرحمنا. يعني باباها قال ايه بقى، اللي هو محمد عبد الرازق قال ان السبب القبض على بنته، في الكلام ده قاله في خلال مداخلة تلفزيونية، ان السبب القبض عليها ان في احد رجال الاعمال طلب الزواج من هدير لكن هدير رفضت، وده كان سبب ان هو يدخلها السجن، او هو بقدرته وقوته وجبروته قدر يدخلها السجن. طيب وقال ايه تاني باباها، قال ان بنته بتقوم بعمل الفيديوهات الخاصة بيها بهدف التسلية، هي مش محتاجة فلوس، هي بس هدفها ان هي تتسلى وهزر، ولبسها ما بيبقاش خادش في الحياة قوي الا في كام فيديو كده بس، لكن هي مستريحة وعندها فلوس وهي ما بتجنيش فلوس من الفيديوهات. وقال هي عاملة حوالي 1000 فيديو، مفيش غير 2 3 بس هم اللي مش ظراف. وبيقول ان هو تم القبض عليها يوم الاثنين، ما اتقبضش عليها من بيتها، اتقبض عليها من الشارع. الكلام ده كان بيقوله من الاربع، تمام كده. وبرضو قلنا اللي سلط عليها هو حسب كلامه هو برضو باباها، اللي سلط عليها رجل اعمال معروف، ونفى كل الاتهامات اللي وجهت لبنته. هو ما جابش سيرة ان بنته متجوزة او لا او الكلام ده خالص، لكن احنا ما علينا، برضو هو قاعد يدافع عن بنته طبعا، وده حقه ان هو يدافع عن بنته. وانصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني الله اعلم. برضو ربنا يكون في عون الناس يا جماعة، احذروا كل الحذر، اجتنبوا الشبهات، بلاش تقع في مصايب زي دي، المصايب دي بتبقى خطيرة جدا على النفس وعلى الحياة وعلى كل حاجة وعلى مستقبل اسرة بحالها. كان معاكم هاني، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. بس في حاجه صغيره كده، في يعني ترويج لمنصه اسمها منصه المطار. منصه المطار بتحجز طيران ليك وانت قاعد في بيتك، بتتواصل معاهم بالتليفون، برضه هيظهر لك على الشاشه في الاعلان اللي جاي ده، بتتواصل معاهم بتشوف التذكره اللي انت عايزها داخلي او خارجي، خارج مصر، بتقدر تتواصل معاهم وبتقدر ان انت تحجز تذكرتك في البيت باسعار رخيصه جدا بدون الذهاب لشركات السياحه واستغلال شركات السياحه. السعر هيبقى في متناول اليد، وفيها ميزه مش موجوده في مصر خالص، انت لو في حد بره وعايز تقطع له تذكره من مصر، دي منصه المطار الوحيده اللي عندها الاوبشن ده، ان انت تقدر تحجز تذكره طيران لابنك او لبنتك او لزوجك او لزوجتك وانت قاعد في مصر، تدفع بالجنيه المصري وبتاخد التذكره على طول وبتبعتها له على الواتس، وبيقدر ان هو يجي من الخارج بتذكره مدفوعه داخل مصر بالجنيه المصري. ما تنسوش ارقام التليفونات في الاعلان اللي جاي ده، شوفوا الاعلان. واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وكملوا الاعلان للاخر، هتلاقوا فعلا منصة المطار هتستفيدوا بيها جدا، وهتلاقوا خصومات هايلة على تذاكر الطيران. شكرا ليكم في حفظ الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله، تابعوا الاعلان. سلام. رقم 1 تكتسح كل الارقام. الناس كده جربوها، سافروا معانا كده وعرفوها، بره وجوه كده شغالين في اي حته مصنعين، ست واصل في العالمين.